أنا قاعدة لك يا نجيبة لما أشوف كلام إيه تاني اللي أنت ناوية تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيدة؟ أنت كده غلطتي، وأنا اللي يغلط فيي لازم يتربى. اسمعوا يا ناس هوين، قال إيه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي؟ كده ها؟ يا بوري يا بوري يا بوري يا بوري لو بقيتي على حالك المعوش دي معايا بتعلم. ماشي يا حكمة، لما يجي زي جابر أنا هخليه يعرف شغله معك. ده لو لقيني من أساسه رايحة على فين يا حكمة؟ رايحة البيت ناسي لحد ما يجي جوزي والحظ حظ الموضوع ده. ينصر دينك يا حكمة، عملت اللي كان نفسي أعمله من زمان. أدي الحريم ولا بلاش. ربنا ما يحرمنيش منك. ألف مبروك يا أبداً حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما، ربنا يخليك يا رب كده عقبال ما نفرح بولادكم أنت وسلمى يا رب. حياتك يا حبيبي. حمال عزيز. مبروك يا ابني. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك بالخير. مبروك يا بنتي. مع بقى يا سعيد. يا دنا يا بنتي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. مبروك يا دنا. الله يبارك فيك يا حمادي، مفيش مبروك لجوز بنتك؟ لا ازاي؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلي بالك منها. عليا الاثنين. بنتي الوحيده. عمر عارف حضرتك ما عندكيش غيرها هي وسهل. يلا يا سعيد. الله يكون في عونك يا عم سعيد. مبروك يا احلى عروس. الله يبارك فيك. انتوا مبروكين يا متر. خد بالك منها. حبيبي. روح اقول حبيبي. الف مبروك. مبروك. يلا. باشا. ألف مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. ازيك الباشا اخباره ايه؟ تمام الحمد لله. حياتي ليه، قولي له حسام الهلالي بيسلم عليك. كان نفسنا يبقى معانا والله. ربنا يخليك يا ابن الجنايه. ايه الحلاوه دي؟ انت بتذاكر من ورايا ولا ايه؟ ده انا بلح بقالي اسبوعين. الامتحان امتى؟ طمني. خليك الامتحان بتاعك. يلا ربنا يسهلك. يلا عقبال الناس كلها. عقبال الناس كلها. ايه مفيش حاجه غلط. عقبال الناس كلها. غريب قوي. لك ايه؟ يلا اديني حكيت لك يا سيدي. الناس بتترش عملت فيها ايه؟ كنت تستجرى وتعمل فيك كده عشان غلبانه وقليله حيله استفردت بي وحريمك. بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم ليلتهم كحله الليله دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير، وبعد ما عملتها السودا دي خدت في وشها وطفش.
طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستاجرة وتعمل كده؟ ايه؟ فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 لا، ده هي اللي هتتعب قوي، وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلع. لا رايح فين يحسد الناس؟ رايح لها، رايح لها بيت ناسها. لا بلاش بلاش بلاش، استني ده انا الليله هجيب عليها واعطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس، بلاش هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معاك. بلاش يا سيد الناس، يا سيد الناس بلاش. انا وانتي والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البرامي اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جريها يا سادة، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. دي بتتلكك، عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام، وانت راسك ناشفة وحجر صوان. راسي ناشفة صح، لكن في الحق عشان انا مرة حرة ومحبش حد يدوسلي على طرف، وهعيش حرة واموت حرة. وبعدين انا رجعت البيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسة، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنا. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ سي سعد، سي سعد. عايز ايه يا زفتك؟ سي جابر البطاش، جي تحت مستني حضرتك. وري انا جاي وراك. حاضر. يا دي المصيبة السوداء، شفت عمايلك يا ست حكمة؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا متربي احسن رباية. وهي اللي متربية احسن رباية. تفوت بيت جوزها من غير اذن، شكل هم. مالك يا محروس، فيك ايه؟ خايف، خايف عليك يا حكمة. ما تخافش، انا عارف انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا سيد كبير؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي، طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها، طفشت وجات على هنا ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. فدي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا يقدم ولا هيأخر. لا يا عمي، دي حديد صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم، ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجال؟ الموضوع ده يخصني وانا حد واحده اتكلم فيه، خصوصاً اللي هيمشي في الآخر لازم أن يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ شايف بنت أخوك وقلة أدبها؟ جابر، كونك أخو دياب جوزي ما يديكش الحق تطول علي، خصوصاً أن الست مرتك هي سبب المشكلة. حكمة، تلم المال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تأخذنيش، كل شيء هيمشي برضاي. وإيه عادي اللي يرضيك يا حكمة هانم؟ أقعد هنا معززة مكرمة في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني أنت بدك تشعلليها؟ لا، أنا بدي أرسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه؟ كلام إيه وحديد إيه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبة مرتك عايشة متبغددة وكبسة على نفس باقي حريمك ومستجوية عليهم اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناتك؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكرة اني هنيخ وطاطي، لكن لا، انا مرة حرة ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلتلك هتاجي معايا دلوقت حتى لو عصبانية. ده ممكن يحصل يا جابر، لكن في حالة واحدة بس، لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا، انا طاهر. اصحى طاهر، ازيك يا حبيبي؟
وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قول لي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بدري، جبت لك معايا الموزه بنقطه اللي انت بتحبه، عايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. اجمالي عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشويه. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجه ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتنا، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجة، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضة، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيرة والايد قصيرة. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي؟ ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان، ربنا يخليك لي يا حاج. ما تخافش، ده أنا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انسى الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. كلميني هم توصلي. يلا بالسلامة يا بنتي. خدي بالك من الجوز. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروح بترجعوا لنا بألف سلامة يا نور عين. خلي بالك مني يا سلمى. ها؟ عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكي. ماشي. انت سبقتونا وجربتوا. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت؟ هتتخض من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضة. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضة لا تاخد مراتك وتروحوا انتوا نفس الاوضة. يلا كده برضه. بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذة يا جماعة تعالى. يا محمد امك ها مواعيد الادويه ولا كلمني افكرك؟ خلاص يا حسام انت تنام. رحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رزق طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها مأموريه يا باشا. يبقى مأموريه سعيده. يلا يا باشا. مبروك. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم جميعا. مش عايز تحيي سياده اللواء؟ تحياتي بقى لسياده اللواء، وقولي له ان انا بشكره جدا جدا على 10 ايام اياهم دول. السلام عليكم. باي. سي جابر عاود ليله امبارح من غير ما يجيب حكمه معاه. واه، لكنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفه. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيد الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمه دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني، اهي ما رضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول ايه للكبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برضه. ما هو من طوله لسانك وقله ادبك. اجده برضك يا سيد جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمه دي لا هي فتحيه ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمة، بت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ أنا بس بفهمك إنها مناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربة تيجي في معاميعك. اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي. يلا بينا. يلا.
هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مش سئ لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني أخبار الشغل شو؟ قبل أخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي، بقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعة رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فإذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب أنا عندي موعد مسبق فبعتذر، إنما على العشاء رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time مستر ألبير. توحشتك قوي. اشتقت لي كثير عشان هيك غبت كل هالغيبة. سي طاهر. العيال نامت يا طاهر؟ والله وابوك كمان نام. طب ما تصحيهم. ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انهم ناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام. الله يسد نفسك يا بعيده، ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابيه دي وعليها الاشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن. المهم الحشو يا سي طاهر. الحشو؟ طب كلميني على حاجه ما نعرفهاش. خدي خدي يا ولي ازازه الريحه دي بدل اللي انت بعتيها. حاضر يا سبعي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. انا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين. وانا اقول لك 3 ساعات. لا كف الله الشر. اصل المرتبه دي هتولع النهارده، اصل انا هعمل زلزال في البلد كلها وحوقع البيوت اللي حوالينا. كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه. قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاكي حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ يعني انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها؟ شفت انت سيئة الناس ازاي؟ شفت انت سيئة الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئك. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى ده متقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات التانية اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرط بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه يا سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي، ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟
اللي ايه يا حسين؟ في ايه؟ وانا جاي من جامعه الدول العربيه، انا عايز العب مع سلمى كده دلوقتي. قومي يلا، قومي يلا، تعالي. ما هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك، يعني لك عجبتيني. انت ب 100 راجل. ايه انا 100 رجال؟ خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس. بما انه انت كوركت معي لهلا، بتعطيني حقي؟ بعطيك حقك. حقك محفوظ وزياده هبابه. هبابه؟ شو يعني هبابه؟ اشرحها كيف بدي. هبابه يعني عنديني زياده حبتين. زياده حبتين؟ ايه حبيبي. إيه انا كثير بحب الهبابه. بتعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح اشتاق لك. ما تعمل مثل هالمره وتغيب عني كثير. بقول لك ايه، ما تيجي حداي لمصر حطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لإلي اصلا. ومش رح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتاق لي اكثر. صح صح الصبح. كيف يا بوي؟ كيف يا بوي تهون عليك حكمك تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياه والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي، وقلت لك انها هملت البيت وما حدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله. وانت بوي واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتتنطط في وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني حددته كيف يا بوي؟ وهو السبب في اللي حصل. انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مرتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق، ما كانتش اتعركت معاك ما تخليتها تأمن البيت في الخاش مكان. واه انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالاذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا، جابر اخوك ومرته نجيبه حياجوا معاك. انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى مية. عمرك يا ابوي، عمرك يا كبير. نجيبة انت يا بنت. اي تعالي. جابر انا. خلصي. جاية اهو. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت اتراشنا صالح بيتهم. تحب على راسها كمان؟ ايوه يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده. تلم خلقاتك وتطلع البيت ابوك لحد ما ورقتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث اربع. الكلام اللي بقوله يتنفذ من سكات. فهمان يا بنت علام ولا فاهمك؟ اوامرك يا سيد الناس. مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبه لك فاتوا كانهم اسبوع. اه انا بقى بالنسبه لي كانوا يوم. ايه رايك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيه. طب ايه رايك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى ساعتي واقفه؟ ساعتك واقفه يا حسين. سلمى ماشي. ايه يا حبيبتي سلمى؟ ساعتك واقفه. سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لي. سلمى يا سلمى ما تجرنيش وراك يا مساح. سلمى يا سلمى. سوري. سلمى ماي وايف، نيو وايف، مي وايف، شي لبت مي اندران وز بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمه. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمة. كده برضك تعملي بيتك وانا غايب؟ طب اعملي حساب الغربتي بتناسي او لبي لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بقبيتك ملكيش غيره. ايوه بس فيه ناس شايفين ان هم احق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهوش شيء الباب يفوت جمل.
هيا نجيب، رأيك إيه في الكلام دي؟ رأيي؟ لا، الرأي رأي سيد جابر، أنا ما تعودتش أكسر له كلمة. يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لساكي ناوية على الشر؟ لا يا أختي، إحنا حبايب، ده أنت فهمتيني غلط. يا ريت أكون فهمانة غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عاد يا حكمة، إن بسامح كريم يا بنتي، وإحنا برضك أهل. وبرضك بديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمة. نديبة، حب على راس حكمة، أم أمال، أمي لازم متصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب، وجيتكم على راسنا من فوق، احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بكون خدامه تحت رجليه كمان، طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، انا عاوزك تدي حكمة حقها في ورث ابوها. جاب من نحن ومن مال ومن جاب. ما الحكمة تبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى عليه، وده ما قبلهوش خالص. ياب، نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة، قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا ستيال. ربنا يخليك لي يا سيدي الرجال، وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. انا قلت لك لو ليكي حق فخر الدنيا حجبهولك. الهي ما يحرمني منك واصل، بس انا لي عندك طلبه كمان. امري. اخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. ومش الشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش اشتغل واصل؟ انت قلتلي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليله دي بيجي محروس اخويا الصغير غيره. الا بقول ايه، انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلعش. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسة. بقول ايه، هاتي حب سدياب. انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجاة، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده كنت هتجندل بيه. ايه كنت هعمله؟ مزرعه فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعه ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مرة يا مرة، بس انت كلم ابوكي وقولي له يديني فدان ارض وسيبي الباقي علي، وانا هخليك تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استجرى تكن يقطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطه. طب يا اختي نامي نامي، زكي جالوس طيم. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ايه شايفه اني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. ما ينوبك مني الا تجريس طول النهار. هذيك انت قلتيها، ها؟ وكل ده ليه؟ لان ما حلتيش شيء. بهلك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملتيه، كنت صدرت العسل كله للولاد برا. يا اخويا صدروا الجو الاول. يا مره قولي لابوكي بيحبك وما يرفضلكيش طلب. اقول له يا جندلي، قولي له سلفني القرشينات او حتى يشاركني او يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجة ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده طب تغمدي يدك الهم. مش هتقعد معايا شوية؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. صباح الخير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده.
مساج ايه؟ هو انا فيا حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايز انا اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعملوا. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك 10. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، ياما طلبت دغدغه صف الضابط يقول لك اركب، تعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام سلمى، عندي ليكي خبر بايخ. احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه الاحسن في ايه اللي حصل؟ معلش عندي ماموريه مهمه جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليله دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ لا خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. يلا. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكوا في الماموريه، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متلبسين، مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. شكرا. اتفضلوا ربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايز اتفضلوا. واحنا يعني ولاد البطه السوداء؟ دورت بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده اللواء عايز حسام على انفراد؟ ولا هو مفيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا حشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجله ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج، وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. ايه اللي انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو قصت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. أنا فرحان قوي يا حكمة إني هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمة وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. أنت بتقول إيه يا حبيبي؟ ده أنت أخويا والدمي وأبويا واللي عايزاه يبقى أحسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفة يا حكمة، من ساعة ما قلت لي إن دياب وافق يشغلني معاه، عارفة أنا حسيت بإيه؟ حسيت بإيه يا محروس؟ حسيت إني اتبدلت وما بقتش محروس بتاع زمان، وإن قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت واكتر. صادق بيه ما هيبقالهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني وصل. انا مش مصدقه وداني. انت يطلع منك كل دي؟ لا صدق يا حكمت صدقي، ولازم انا وانتي ودياب نبقوا يد واحده لحد ما نرجع ورسابونا اللي نهبوا منينا صادق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوه لازم برضك يرجع بالقوه، واحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس انا ليا عندك طلب. اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمني يا حكمة طمني، دياب ده مش جوز اختي وبس، لا ده في مقام اخويا الكبير كمان، وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. We'll be right back.
يا محروس، ازاي بندخل البضاعة؟ شفت؟ ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس، كيفك؟ الحمد لله. شو بعاد يا دياب؟ تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. جيت افرج محروس على الشغل، هو بيجي واحد منينا. بلك انت؟ دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس. وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان. والتوزيع ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوم قوم. هيزعل عليك قوي يا عم. هتعزم ايه؟ لا باشا خد الزبون. جاب يلا 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 جاب جاب.